لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فصلة ما تقدم فيما يتعلق بفضائل الصحابة رضي الله عنهم: الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم بالجنة. واعلم أن الشهادة بالجنة نوعان: شهادة لأصحاب أوصاف، أو شهادة لموصوفين، وشهادة لمعينين. أما الشهادة التي تكون للموصوفين فهي كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي فيها ذكر ما أن من فعل كذا فله كذا أو له الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فكل من أفشى السلام وحصل منه التحاب لإخوانه المسلمين فإنه موعود بهذا الفضل، وهو دخول الجنة. هذه شهادة لمن اتصف بهذا الوصف، وهذا النوع لا إشكال فيه وهو مجمع عليه. النوع الثاني من أنواع الشهادات لأهل الجنة أو الشهادات بالجنة: الشهادة لموصوفين لمعينين، كالشهادة لمن ذكر المؤلف رحمه الله. وأول وأبرز من يشهد لهم بالجنة من خصوا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث غيره، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو سعيد وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذه الشهادة لهؤلاء المعينين هي أشهر الشهادات، وهم المعروفون بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذكرهم في حديث واحد. يقول المؤلف رحمه الله: ونشهد للعشرة، وهم من سيأتي ذكرهم في الحديث، بالجنة، أي نشهد ونوقن بأنهم من أهل الجنة. وهذه الشهادة مبنية على خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة. وأبو بكر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر هو عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء، وعثمان وهو ثالث الخلفاء عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الجميع. هؤلاء كلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بأنهم في الجنة، وأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم صدق، فهم من أهل الجنة قبل أن يموتوا بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم من الصحابة. يقول المؤلف رحمه الله: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة لأمره، وتصديقا لخبره. يقول رحمه الله: كقوله الحسن والحسين، الحسن بن علي والحسين ابن علي رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدا شباب أهل الجنة، أي لهم استيادة على شباب أهل الجنة، والسيادة هي العلو والشرف والارتفاع.
فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين بالجنة. يقول رحمه الله: وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقصة شهادته صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بالجنة مشهورة معروفة، وهي سبب نزول قول الله تعالى بعد نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإن هذه الآية لما نزلت اعتزل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته وبكى، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه يبكي لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فإنه كان رفيع الصوت جهوري الصوت، فخشي أن يدخل في هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة، فكانت بشارة له بأنه من أهل الجنة. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وشهد لبلال ولجماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم من أهل الجنة. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، فإن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نصدقه في ذلك، وأن نشهد لمن شهد له صلى الله عليه وسلم. إن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نصدقه في ذلك، وأن نشهد لمن شهد له صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. بعد أن فرغ من بيان حكم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وما الواجب تجاهه، انتقل إلى بيان المسكوت عنهم، ما حكمهم، من سكت عنه ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو من أهل الجنة أو لا، هل نشهد له بالجنة أو لا. الجواب يقول: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. ففهم من هذا أننا لا نجزم لأحد كائن من كان بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار، بل الواجب التوقف حتى يأتي بيان من الله أو بيان من رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة أو أنه من أهل النار. وقول لا نجزم أي لا نقول ذلك على وجه الجزم والقطع. هل نقوله على وجه الرجاء؟ الجواب نعم، نقول في من قام فيه دليل الصلاح وعلامات الاستقامة أننا نرجو أن يكون من أهل الجنة، فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لكن الرجاء أمر دون الشهادة والجزم، فالبحث في الجزم، فإننا لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأن هذا من الغيب، وهو من الخبر الذي لا يمكن أن يقبل إلا بقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله لأحد من أهل القبلة، سواء كان من أهل الفضل والإحسان أو كان من أهل الإساءة والتقصير. وقوله رحمه الله من أهل القبلة يشمل كل من توجه إلى القبلة من أهل الإسلام، وأهل القبلة هم أهل الإسلام. ويعبر العلماء رحمهم الله عن المسلمين بهذا الاسم لكونهم يجتمعون في هذا الأمر، فالكل يجتمع، كل من ادعى الإسلام فإنه لا بد أن يتوجه إلى القبلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا أو نسك نسيكتنا فهو المسلم الذي له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. وهذا يبين أن كل من اتصف بهذا الوصف فإنه من أهل القبلة. فهذا الوصف مأخوذ من هذا الحديث ونظائره. ويوصف أهل الإسلام بأنهم أهل الصلاة، ولذلك سمى بعض من ألف في مقالات المسلمين قال: ومقالات المصلين، يريد بذلك أهل الإسلام. فقوله رحمه الله ولا نجزم لأحد من أهل القبلة يعني لأحد من أهل الإسلام بجنة ولا نار، أي لا نقول إنه في الجنة ولا نقول إنه في النار، إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نجزم لمعين بأنه في الجنة إلا إذا جاءنا الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه في النار إلا إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو الإثابة والفضل والأجر والجنة للمحسن، والمحسن هو الذي حقق الإسلام
بالعمل الصالح والنية الصالحة، بالعمل الصالح والنية الخالصة، هذا هو المحسن. وأما المسيء فهو من خالف ذلك، إما فساد في العمل وإما فساد في النية. فالمحسن نرجو له فضل الله عز وجل ورحمته، وأما المسيء فإننا نخاف عليه. وذلك أن الحساب بين يدي الله عز وجل لا يجري على الظواهر فحسب، بل إنه يجري على ما يقوم في القلب. وقد يظهر من الإنسان الاستقامة وحسن الحال والباطن على خلاف ذلك. فالعبرة بما يقوم بالقلوب وتصدقه الأعمال، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. فالنظر والحساب والجزاء على ما يقوم في القلوب من الإيمان والتصديق وحسن الاعتقاد الذي يتبعه صلاح العمل، فإنه لا يمكن أن يستقيم القلب ويصلح ويكون وتكون الجوارح على خلاف ذلك إذا ما لم يوجد مانع. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الشهادة والجزم بالجنة لا يمكن أن يكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، وكذلك الشهادة بالنار لا يمكن أن تكون إلا لمن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل جاء في الكتاب الخبر عن جماعة من أنهم من أهل النار، من ذلك على وجه التعيين أبو لهب وامرأته، فقد شهد الله لهم بالنار: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذان شهد لهم الله جل وعلا بأنهما من أهل النار. كذلك جاءت الشهادة لمعينين بالنار كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن عامر الخزاعي، أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام من العرب بأنه في النار، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيته يجر قصبه في النار. وهذا يدل على أنه في النار. فالشهادة للمعينين جاءت في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك شهد لأبي طالب بأنه في النار، وجاء في صحيح مسلم الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، لما سأله الرجل عن أبيه فقال: أبوك في النار. قال ثم كأن الرجل وجد في نفسه واشتد عليه الأمر، فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال له: أبي وأبوك في النار. فهذه شهادة لمعينين. لكن هل هؤلاء من أهل القبلة؟ الجواب لا، ليسوا من أهل القبلة، لأنهم ممن لم يكن في شرع، ممن لم يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قبله. أما أهل القبلة فإنه لا يجوز الشهادة لأحد منهم مهما بلغ عصيانه وساءت أحواله وكثرت سيئاته أن يشهد له بالنار، ما لم يرتكب مكفرا يخرج به عن ملة الإسلام ويخلع به عن رقبته ربقة الإيمان، ففي هذه الحال يكون كافرا مرتدا. أما ما دام عصيانه لا يصل به إلى حد الكفر فإنه لا يحكم بكفره ولا يشهد له بالنار. كذلك الشهادة بالنار للمرتد هذه محل خلاف بين أهل العلم، لأن كلام المؤلف الآن في الناس عموما أو في أهل القبلة، كلامه في أهل القبلة. طيب غير أهل القبلة من الكفار هل يشهد لهم بالنار؟ اختلف في هذا العلماء على قولين، منهم من قال إنه يشهد لمن علم موته على الكفر بأنه في النار، وقال آخرون إن عقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولو كان من أهل الكفر، لأننا ما نعلم حكم الله فيه، لكننا من حيث الحكم الدنيوي نحكم بكفره وأنه
من أصحاب الجحيم على وجه العموم، أما على وجه التعيين فنحتاج إلى نص ودليل. فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، لكل قول ما يسنده ويعضده، والسلامة ألا نشهد لمعين بنار حتى يقوم الدليل والنص والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. نعم، يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا نحكم بالكفر. معنى قوله رحمه الله ولا نكفر أي لا نحكم بالكفر على أحد من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام الذين ثبت إسلامهم بإقامة الصلاة واستقبال البيت، بذنب أي بسبب ذنب. وقوله بذنب يشمل الصغير والكبير، الدقيق والجليل من الذنوب، ما عدا ما يحصل به الكفر والردة. فمن كفر بالله عز وجل كفرناه، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه كفرناه، ومن امتهن القرآن ودنسه كفرناه. فقوله رحمه الله بذنب يعني من كبائر الذنوب التي لم يأتي النص بأنها كفر، كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك من أصحاب الكبائر والذنوب. فإنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأن الأصل أن من كان إسلامه ثابتا بيقين فإنه لا ينقل عنه إلا بيقين، وهذه قاعدة مهمة يستفيدها طالب العلم لا سيما عند الاشتباه، هل هذا وقع في مكفر أو لا. الأصل بقاء ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن من حكم بإسلامه فهو باق على هذا الوصف لا يرتفع عنه إلا بدليل. فإذا اشتبه الإنسان هل هذا يحصل به الكفر أو لا يحصل به الكفر، فالأصل أنه إيش؟ الأصل أنه لا يحصل به الكفر، الأصل أنه باق على الإسلام. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ينبغي أن تقيد هذه الجملة بما وقع الخلاف فيه، يعني بما عدا ما وقع الخلاف فيه من أهل من بين أهل العلم من المسائل، هل يكفر بها صاحبها أو لا. فهناك من المسائل ما وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي من جملة الذنوب، فمثلا ترك الصلاة هذا من الذنوب، اختلف فيه العلماء رحمهم الله من حيث الكفر على قولين. فمنهم من يرى التكفير بترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة، إذا تركها عمدا دون عذر حتى خرج وقتها، فمن العلماء من يرى أنه يكفر بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهذا خارج عن قول المؤلف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. فما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل من الذنوب هل يكفر بها صاحبها أو لا، فإنها لا تدخل في هذه الجملة لوقوع الخلاف بين السلف فيها. المقصود بالذنوب ما اتفق العلماء على أنه ذنب كالكبائر ومن الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. أما أركان الإسلام فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تاركها هل يكفر أو لا، الصلاة والزكاة والصيام والحج، الخلاف فيها مشهور بين العلماء في تاركها هل يحكم بكفرها أو لا، فهذه خارجة عن بحثنا.
قوله رحمه الله ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ما لم يكن هذا العمل ينتقض به إسلامه ويرتفع به عنه وصف الإسلام. مثاله الذبح لغير الله، هذا عمل أو ليس بعمل؟ هل نخرجه من الإسلام بذلك؟ الجواب نعم، لكن المقصود بالعمل يعني ما كان من كبائر الذنوب والخطايا والآثام. أما الشرك فإنه كفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلا بد من الحكم بمقتضى ما قام بالإنسان من وصف. فإذا قام به وصف الكفر مع اعتقاده دون عذر مع توافر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يحكم بكفره. ثم قال رحمه الله ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذا بيان لعقد أهل السنة والجماعة في هذا الشأن، وهو ما يتعلق بنظر أهل السنة والجماعة للأئمة وهم ولاة الأمر الذين يتولون أمر أهل الإسلام. يقول نرى الحج والجهاد، لماذا ذكر الحج والجهاد؟ لأن الحج والجهاد من الأعمال التي لا بد فيها من اجتماع، ولا بد لكل اجتماع من أمير يصدر عن رأيه ويرجع إليه في تدبير شأنه. فذكر الحج والجهاد ليس قصرا على هذين العملين، بل هو نموذج للأعمال التي تحتاج إلى اجتماع. فقوله رحمه الله نرى الحج والجهاد لأنها من العبادات التي يحتاج فيها الناس إلى رأس وإلى أمير يأتمرون به ويقتدون بعمله ويسيرون خلفه يرتبهم وينظمهم ويدير شؤونهم ويصلح أمورهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فلا بد للناس في مثل هذه الاجتماعات من تدبير، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد والحج مع كل أمير برا كان أو فاجرا. نرى الحج والجهاد ماضيين أي قائمين، لا يجوز إبطالهما ولا التوقف عنهما لفساد من يتولاهما أو لتقصيره. ولذلك قال مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. برا أي قائما بالطاعة عاملا بها عادلا بين الخلق، أو فاجرا أي فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بولايته. فيما يتعلق بنفسه كأن يكون شاربا للخمر أو زانيا أو غاشا، فيما يتعلق برعيته كالغاش أو الذي يظلم ويأخذ حقوق الناس، فإن هذا يجب له من الطاعة ما يجب لغيره من ولاة الأمر، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب الاجتماع والطاعة حتى ولو حصل التقصير من ولي الأمر. وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة، وإنما تميزوا به لاستمساكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاستمساكهم بما أرشد إليه الله عز وجل من الاعتصام بحبله والاجتماع على طاعته، ولما وحذرا وتجنبا لما نهى عن من الفرقة والاختلاف، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفرقة والاختلاف. ولو أن كل أحد رأى من أميره أو إمامه أو وليه ما يكره من المعصية فيكون ذلك مسوغا لنزع يده عنه وعدم طاعته، لما استقام الأمر لأحد، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ، وما من أحد إلا وعنده تقصير. يتفاوت التقصير، لكن ينبغي للمؤمن أن يصبر على الخطأ وأن لا يوافق على المعصية، لكن ينبغي له أن لا ينزع يدا من طاعة كما دلت على ذلك النصوص المتضافرة. يقول رحمه الله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صلاة الجمعة وهي الاجتماع خلفهم مع فجورهم وتقصيرهم جائزة، أي تبرأ بها الذمة. وقوله جائزة رد على من يرى أنه لا يجوز الصلاة خلف أئمة الجور، ولا يعني أن الإنسان
مخير بين أن يصلي أو لا يصلي، بل الواجب عليه أن يصلي خلفه، وإنما ذكر الجواز هنا لا لاستواء الطرفين، إنما لرد قول من يقول إنه لا يصلى خلفهم. وقد صلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج، وحجوا مع الحجاج مع ظلمه وظهور شره وقتله لأهل الفضل والعلم وتسلطه على عباد الله، مع ذلك لم ينزعوا يدا من طاعة، بل صلوا خلفه وحجوا معه، ولم يكن في ذلك تثريب عليهم، بل كانوا في ذلك مهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم متبعين لسنته. ثم قال رحمه الله: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال وصفات. من أصل الإيمان أي من قواعده وأسسه التي يبنى عليها: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ثم بيّن قال: ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ثم قال: والجهاد ماض منذ بعثني رسول منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالقدر. فاجتمع لنا في هذا الحديث ثلاث خلال: الصفة الأولى قوله الكف عن من قال لا إله إلا الله، ثم بيّن معنى الكف قال: ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. فهذا معنى الكف عن من قال لا إله إلا الله: لا نكفره بذنب ما لم يكن هذا الذنب مكفرا، ودلت النصوص على أنه كفر، ولا نخرجه من الإسلام بعمل ما لم تدل النصوص الأخرى على أنه من الكفر والشرك الذي يخرج به الإنسان عن ملة الإسلام. ثم قال: والحج والجهاد ماضيان أي مستمران، لا ينقطعان ولا يقفان، منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، وذلك بقيادة عيسى بن مريم عليه السلام. يقول: لا يبطله، أي لا يبطل الحج ولا يبطل الجهاد، جور جائر أي ظلم ظالم، ولا عدل عادل، بل هو ماض باق إلى قيام الساعة. قال: والإيمان بالأقدار، هذا ثالث ما يجب من الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: رواه أبو داود. وهذا الحديث أخرجه أبو داود سكت عنه، وقد ذكر أبو داود في سننه أن ما رواه وسكت عنه فإنه حسن عنده، لأن هذا الحديث في بعض رجاله بعض المقال الذي يقصر به عن درجة الصحة، وما جاء فيه من خلال هي خلال تشهد لها الأحاديث الأخرى، فلا إشكال في ما تضمنه من المعاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، نجعل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.